كتشوفوا كان هذا هو لوك بوك ديال اليوم خفيف ظريف واحد شويه. لو برينسيپ ديال هذا لوك بوك هو انني ما بدلتش الا لاحظتوا انني ما بدلتش هذا ما بدلتش لو او وما بدلتش لو بونطالون يعني بقيت كنلعب غير على لي فيست و لي شوسور. كنتمنى من انه ان هذا هاد لو لوك بوك يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم بيان سور. وما غاديش نسالي لا فيديو حتى نعطيكم لي ديتاي ديال لي فيست منين واخداهم. هادي اول حاجه نبداو بها هادي واخداها من بريمارك 25 اورو. من موراها لبست هذا خديت هذا من شيئين بشي 20 اورو ولا 25 اورو. راه عندي لو ليان نخلي لو ليان ديالو في لا فيديو ديال شيئين مشتريات ديال شيئين غادي تلقاو من تحت. دونك لبست هذا من موراها ولبست هذا حتى هوايا صراحه هذا صدق لي واعر 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 خديته من بريمارك. هذا راه دابا عندي صراحه قديم واحد شويه. هذا دابا عندي شي عامين جو بونس العام ونص بحال ما هكاك. كنت خديته بشي 30 اورو الا ما خديت كذب 30 حتى 35 من 30 25 ما غاديش يكون فيه 30 اورو. صراحه زوين 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 بزاف. ولبست هاد لافيست هادي هاد لافيست هادي صراحه واخداها من المغرب صراحه كتحمقني. واخا ملي كنلبسها الاكشري كيبقى يقول لي واش غتمشي تسوقي شي موطور واش عندك شي موطور واش غتمشي تسوقي شي موطور ديال مالي الموطور. انا ما عنديش موطور وما عنديش طوموبيل ما عندي حتى شي حاجه ولكن هاد لافيست هادي كتعجبني كتعجبني. ستيلها ديفيرون يعني ماشي اي واحد كتلقاي لابس شي حاجه بحال هادي يعني كتلبسي شي حاجه اللي كتكون ديفيرون. هذاك الشيء علاش كتعجبني بزاف. ومن بعد لبست هاد لا بيتيت بليزر هادي حتى هي صراحه زوينه كتعجبني. هادي راه كاينين دابا بارتو كاين في شيئين كاين في زارا كاين في بزاف من المحلات ولكن انا واخداها من المغرب حتى هي. شنو لبست اخر؟ لبست سبرديلتي. شوف هاد السبرديله هادي والله العظيم انت احسن سبرديله عندي في الحياه ديالي هي هاد السبرديله هادي صراحه واعره. شحال هي عندي صافي لونطون عندي كلبسها سبور كلاس كلبسها مع دي روب كلبسها مع كل شيء اي حاجه كتخيلوها كلبسها كتجيني هذه بالضبط. هاد السبرديله بالضبط كتجيني كتجي مع كل شيء. نقدر نلبس سبرديله واحده اخرى نفس لاطاي نفس لافورم نفس كل شيء ولبسها مع مثلا ان روب ما يعجبنيش لها ما يعجبنيش راسي. مي هذه فاش كنلبسها مع ان روب ولا شي حاجه قولوها لي حتى نتوما اللي كنتو بحالي شي وحده فيكم كانت بحالي تقولها لي. هاد سان سميت هادي انا العشقه ديالي كنحماق عليها. من بعد لبست هادي المهم هادي راه خديتها من بينكي. صراحه انا هاد النوع ديال السبرديلات صراحه ما كنلبسوش بزاف كيعجبني فاش كنشوف البنات لابسينو كيعجبني ولكن فاش شريتها وماشي غير هادي عندي وحدين اخرين شريتهم وتنبغي نلبسهم ما تنزعمش تيبان ليا بحال رجلي تتولي كبيره ما عرفتش واش غير انا بوحدي. مي هاد لو ستيل اللي فيها التويشيه هادو زوينين جو لايك زوينين مغزي ولين. كنت خديتها هي اون بروموسيون في بيمكي بشي غتكون شي 20 وقيله. من بعد لبست هاد الطالون هذا صراحه هاد الطالون هذا شريته في عرسي صراحه زوين 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 بزاف. المهم انا هادو غير دي زيده كنعطيكم غير دي زيده انتم تقدروا تلبسوا يعني هادشي هذا مع حوايج اللي عندكم متوفرين في الدار. دابا انا لبست طالون بحال هذا ما عندكش تقدري تلبسي اي صباط عندك دو طالون دوغي روز دوغي برونز اي حاجه كتبري باش تبني بحال دابا مثلا السروال كيف ما شو شويه سبور ماشي شويه سبور ودي شي اون بليس يعني باش نبغيو نرجعوه شويه كلاس خاص تلبس مع شي حاجه اللي فريمون طرو كلاس. لو بونطالون ديال استرالي اللي صورت ليكم صراحه هاد لو بونطالون غزال غزال وكيجمع لاطاي يعني ما كبينش لاطاي ديالك غليظه بزاف ولا كولور ديالو حتى هي خطيره. المهم كنتمنى من هاد البيتي ديفيلي اللي درت لكم يعجبكم وكنتمنى الحوايج يكونوا عجبكم. وما تنساوش تقولي لي شنو يعجبكم اكثر اش من جاكيت اش من فيست. صافي الا قلتوا لي لا فيست صافي دير غير لبسه كما عجباتكم. فيست مثلا بيضاء ولا فيست مثلا ديال الكوير ولا النوار ولا الفير ولا الكاميل. المهم انا خلطت لكم الالوان يعني ساهل باش تقولوا لي شنو اللي عجبكم اكثر. هذا ما كان باش ما نطولش عليكم. نعاودوا نتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله. وما تنساوش الا كان كيعجبكم هذا لو ستيل ديال الفيديو قولوها لي في دي كومونتير كوم سا نكثر منهم نكثر 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 منهم بزاف. كنتمنى اني نكون خفيفه عليكم. ما تنساوش ديري واحد ابوني جيم وشي كومونتير ونعاودو نتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله. كنبغيكم كاملين على بروشين.